السادسة بتوقيت الجزائر مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. والمستهل بالمنافسة الإفريقية للأندية، شدت بعثة اتحاد الجزائر الرحالة صباحة اليوم إلى دار السلام التنزانية تحسبا لمواجهة نادي يونغ أفريكانز التنزاني يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 2 زوالا بالملعب الوطني بدار السلام لحساب ذهاب الدور النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية. أبناء سوستارا يطمحون لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الأياب المقرر بملعب الخامس جويليا يوم 3 جوان بداية من الساعة 8 مساء. اتحاد الجزائر يطمح لتحقيق أول لقب أفريقي في تاريخه بعد مشوار مميز أزاح فيه أندية لها باع طويل في المنافسة القارية. عودة إلى مشوار الاتحاد في كأس الكاف مع أنس مزيان. كل شيء جاهز هنا في ملعب عمر حمادي ببلوغين، طاقم إداري، طاقم فني، طاقم طبي، وخاصة طاقم مكلف بالأغذية. أعد العدة، وضعوا اليد في اليد من أجل السهر على خدمة رفقاء محيوس، خاصة قبل موقعة ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نهائي تاريخي، الهدف ثابت، إسعاد الجماهير. والتلفزيون الجزائري كان حاضر وخصكم بهذه الصورة الحصرية. تتنوع الأحداث وتختلف الملاعب، ويبقى الشعار ثابتا لما يتعلق الأمر بتشريف الجزائر والاجتهاد فالعمل لغاية الوصول إلى كتابة التاريخ. وقبله موعد هام وتفاصيل وجب أن تضبط. هي هكذا ظروف اتحاد الجزائر وجزئيات التحضيرات الأخيرة قبل مواجهة يونغ أفريكانز التنزاني، بشعار مواصلة حلم التتويج وإسعاد جماهير تحضر هي الأخرى لتكرار تلك الأجواء والصور التي عودتنا بها بروح الوفاء وروح الفقيد بلال بن حمودة الحاضرة في قلوب الجميع. هذا المنبر نقول انا باللي الشباب هادو مشكورين، وهذا الجيل يعني صح طحنا في جيل وين طحنا في ان جروب مجموعه وين يسمعوا يعني سمعوا الكلام تاع المدرب بصفه خاصه والطاقم الفني ولا الطاقم الاداري بصفه عامه، وانا نشوفوا رد الفعل في الميدان. نظن باللي هذه هي اللي خلات يعني المفاهمه اللي تكون بين هذه الاطراف باش الحق النادي لهذه المرحله النهائي. وان شاء الله مازال البليز امبورتون يعني الاهم شيء هو التتويج، ان شاء الله نكونوا في الموعد. والله العظيم غير يعني قلبي تعصر كيما كنخمم لهذا الشيء هذه، خطر الفريق حتى يعني نظن يعني الفرق الجزائريه محتاجه الان في هذا في الاونه محتاجه الى لقب افريقي باش يعني تبين بلي المجهودات صح. نقولوا حنايا الكره تاعنا ما راهيش يعني على مستوى يعني أعلى في اعلى مستوى، معليش، ولكن كاين مجهودات اللي راهي مبذوله، كاين الناس اللي راهي تعاني وتعمل وتخدم باش يعني النتائج تكون ايجابيه. اللمسات الاخيره وضعت من قبل طاقم فني يراهن على مجموعه وفرت لها الظروف والوسائل، فظهرت النتائج سريعا. الثبات والجاهزية النفسية وحسن التعامل مع الضغوطات هي أبرز ما يجب التركيز عليه في مثل هذه المواعيد الكبيرة. والأكيد أن أسرة الاتحاد ستكون في الموعد لتشريف الراية الوطنية وإعلاء اسم الجزائر مرة أخرى بتتويج جديد. نبقى دائما مع اتحاد الجزائر. تحدث مدير العام للفريق رضا عبدوش عن ظروف تنقل أنصار الاتحاد إلى ملعب الخامس جويليا تحسبا لمباراة إياب نهائي كأس الكاف، وقال كل إجراءات اتخذت من طرف الاتحادية من طرف الإدارة، ولكن كرة القدم يعني صعيبة. احنا نقولوا رانا محضرين مليح، ولكن ديما يقدروا يجوا بعض الاشياء اللي تقدر تعرق لك في المسيره تاعك. اذا احنا متامنين لانه كل فريق يعني
الفريق بما فيه اللاعبين، الطاقم الفني والاداري والصحي وحتى الانصار، يعني قاموا دور كبير في المقابلات الاخره. اذا والمقابلات الاخره ما كانوش سهلين. اذا انا نقول دوك الفريق هذا يستاهل يعني باش يوصل لنيل هذا الكاس، هذا كاس افريقيا اللي هو حقيقة يخص يعني في الألقاب اللي فاز عليها الفريق منذ الاستقلال. من جهته اللاعب السابق لاتحاد الجزائر عثمان عمرات تحدث عن حظوظ ممثل الكرة الجزائرية في نهائي كأس الكاف، مؤكدا أن المأمورية لن تكون سهلة أمام فريق يحسن التفاوض في مثل هذه المنافسات والأدوار النهائية. كعبا كي تلحق النهائي ما بقاش هذوك كما نقولوا الحظوظ تاع توجور مدوها 50-50 فريق تاع اسمه تنزاني، فريق يونغ افريكا واتحاد العاصمه، ولكن نقولوا باللي نعرفوا باللي النهائي ما هي سهله، عندها تحضير خاص، عندها كما نقولوا باش تلعب اون فينال باراي لازم تكون عندك كما نقولوا شغل عندك لي كارت تاعك اللي راك حتى تلعبهم فريق اسمه بوكو بلوس، هي تلعب بوكو بلوس المونتال، يكون جاهز الفريق اللي يكون جاي حاضر كما يقولوا ذهنيا حاضر راح يفوز اللقاء. احسن سيناريو هي كما يقولوا الفريق اول حاجه ما لازمش يونكيسي، حاجه الاولى نعرفوا بيان ديفوند، وسيناريو الشباب كاع هي تسجل هدف خارج الديار. حظا موفقا لممثل الكرة الجزائرية في هذه المنافسة القارية. والآن نمر بكم إلى منافسة كأس الجمهورية، الموعد غدا مع مواجهة نصف النهائي الأول الذي يحتضنه ملعب ميلود هاتفي بوهران بداية من الساعة 6 مساء بين شبيبتي الثورة أو شبيبة الثورة وأولمبي أشلف. وليد غريبية يطلعنا عن معطيات المواجهة في التقرير الموالي. أولى مواجهتي المربع الذهبي سيكون الملعب التحفة ميلود هاتفي مسرحا لها عندما ينزل أولمبي شلف ضيفا على شبيبة الثورة في سجال بين فريقين يحتلان وسط الترتيب في بطولة الرابطة المحترفة. نسور الجنوب التي بدأت مشوارها بالقوة السادسة عندما دكت شباك الضيف جيل بن داود الناشط في المجموعة الغربية لبطولة ما بين الجهات بستة أهداف كاملة قبل الإطاحة بأحد كبار السيد الكأس وفاق سطيف في عقر داره، ثم إزاحة شبيبة جيجل وأتلتيك بارادو على التوالي من طريقه إلى المربع الذهبي الذي يأمل فيه لمواصلة حلم التتويج بأول لقب في تاريخ النادي الذي خرج إلى الوجود منذ 15 سنة. لكن في المقابل مهمة أشبال المدرب مصطفى جاليت لن تكون مفروشة بالورود أمام منافس أظهر قوته هذا الموسم خاصة في منافسة الكأس بإجادته التفوض خارج الديار عندما عاد بورقة التأهل تواليا من سور الغزلان الأربعاء وخميس مليانا قبل إزاحته لأولمبيك أقبو في دور الثمانية ليضرب موعدا مع شبيبة الثورة كآخر عقبة في طريقه إلى النهائي الذي يسعى لبلوغه بهدف معانقة الكأس الثانية في تاريخه بعد 18 سنة. هي إذن نهائي قبل الأوان بين فريق يسعى لأول لقب وآخر لثاني كأس، وبين هذا وذاك الإثارة والندية منتظرة بملعب ميلود هاتفي الذي سيشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الفار لأول مرة في تاريخ كأس الجمهورية. ثاني مباراة نصف النهائي يحتضنها بعد غد السبت ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أين يستقبل نجم مقرى شباب بالوزداد. أحمد صويلح معه التفاصيل. حامل لقب آخر طبعة لكأس الجمهورية شباب بالوزداد يطمح لتحقيق الثنائية هذا الموسم، ولا يفكر إلا بالعودة من السفرية نحو الشرق الجزائري بتأشيرة المرور والعبور إلى نهائي كأس الجمهورية عندما يواجه فريق نجم مقرى في المربع الذهبي. الأكيد بأن أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي على أتم الجاهزية من جميع النواحي لخوض المواجهة، خاصة وأن الشباب يتواجد في أحسن الظروف بعد الانتصار بثلاثية كاملة على جمعية الخروب في ربع النهائي، وقبلها بثنائية على شبيبة الأبيار في دور الثمن.
ما يجعل اللاعبين يدخلون مباراة نجم مقرة بمعنويات مرتفعة، وهو عامل إيجابي لبلوزداد. طرف المباراة الثاني نجم مقرة هو الآخر يفتش عن سبيل يصل من خلاله إلى نهائي تاريخي بالنسبة لأبناء الحضنة، ولا يريدون تفويت الفرصة وتحقيق الحلم بعدما كشفوا عن نيتهم مبكرا وأقصوا نادي مولودية الجزائر في بداية المشوار، ليأتي الدور بعد ذلك على كل من شباب الميلية وشباب برج منايل وشباب الزاوية تواليا. صاحب 8 كؤوس يتطلع لإضافة كأس 9 إلى خزائنه، أما نجم مقرة يستهدف الوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخه وتكرار ما فعله في كأس الرابطة. المباراة الأولى بين شبيبة الثورة وأولمبي شلف سيديرها مصطفى غربال بمساعدة إبراهيم الحملاوي وحمزة بوزيت ونبيل بوخلف، تعيين لحلو بن براهم وأسمى فريال وهاب حكمين لتقنية الفار. النصف النهائي الثاني بين نجم مقرة وشباب الوزداد يديره يوسف جاموح بمساعدة محمد سراج وعبد العبان ولطفي بكواسة حكما رابعا، فيما سيتواجد مصطفى غربال ولحلو بن براهم في غرفة الفار. في سياق مفصل وبعيدا عن كرة القدم، نمر بكم مشاهدينا إلى الرياضة الميكانيكية. تتواصل فعاليات الطبعة الأولى للدراجات النارية. الموعد اليوم كان مع المرحلة الثالثة وهران الجزائر على مسافة 410 كيلومترات عبر الطريق السيار شرق غرب. قبلها لنا وقفة عند المرحلة الثانية بين مستغانم ووهران، سمحت للمشاركين الأجانب باكتشاف البنى التحتية الأساسية للجزائر. التغطية لدنيا حجاب. من مستغانم إلى البهية وهران وعلى مسافة 200 كيلومتر، تحديات كبيرة رفعها المتسابقون خلال هذا المسار. تنوعت الطبيعة والسباق، وعرف المتنافسون مرحلة مختلفة عن سابقتها. ودي بالنسبة للجزائر أول مرة ندخلها، الله يبارك عليها، كطبيعة كناس ناسها بسم الله ما شاء الله ما قصروا معنا بكل، الله يبارك. اختيرت وهران أن تكون المرحلة الأهم في هذا السباق لجمالية الباهية وكرم أهلها. مرحبا بكم في وهران. وهران ترحب بالجميع زوارها الكرام، ووهران مضيافة. أنا جيت هنا الجزائر وما توقعت أن الجزائر بهذه الطريقة. سألت قبل لا أجي قالوا الجزائر كلها صحراء ما في شيء، وشفت اللي ما شفته. الله يعطيكم العافية ويبارك لكم في بلدكم هذه. لتنطلق المرحلة الثالثة من وهران إلى العاصمة وعلى مسافة 400 كيلومتر، كلها تحدي سيكون فيها حتما التنافس على أشده، خاصة في المناطق الصعبة والمنعرجات، ومن خلالها سيتواصل اكتشاف جمالية الجزائر. من الرياضات التي تروج للسياحة الرياضات الميكانيكية من خلال رالي الدراجات الدولي في طبعته الأولى، التي كانت فرصة لاكتشاف الجانب السياحي في الجزائر. تقول دنيا حجاب ثانية. بعد السرعة والمهارات والتحدي وكذا المسافات التي قطعها المتسابقون في هذا الرالي، جاء دور الترويج للسياحة الداخلية. فمن تيبازا شلف مستغانم كان الشاطئ مداغ بعين تيموشنت رحلة استكشافية لضيوف الجزائر. والله الحقيقة يعني أنا متفاجأ بالشيء اللي شوف اللي شفاته عيني، يعني بسم الله ما شاء الله. الأجواء فصول السنة الأربعة شفناها من اليوم، مطر سخانة، ريح، برد، مطر سخانة، الله يبارك. من أشهر الأطباق في الغرب الجزائري نجد طبق لابايلا. هذا الأخير صنع الحدث في هذه الخرجة السياحية. نحن بناكل الأكل كل شيء لحاله، هذا ما شاء الله تبارك الله كله في مكان. الله يكثر خيرك، كل شيء ما شاء الله تبارك الله ممتاز. المغامرة السياحية لم تنتهي، فكان التوجه إلى جبل مرجاجو وزيارة حسني سانتا كروز. كل منطقة أقول هذه جميلة، لما نروح المنطقة اللي بعدها أقول هذه أجمل، وعلى هذا الحال الله يبارك لكم في بلدكم، يحفظكم ويحفظ المسلمين أجمعين. خمسة وخميسة على بلادكم، شابة بزاف. أنا ما عادش باش نبطل نجي إن شاء الله،
وربي يحفظ لكم بلادكم. رحبوا بهم إن شاء الله وفرحنا قاع بيهم، وراهم في وهران، جاوا من كل بلاد وراهم في وهران إن شاء الله. وتبقى مثل هذه التظاهرات الرياضية تجمع بين الطابع الرياضي والسياحي. في الكرة الطائرة انطلقت اليوم مواجهة دورة اللقب رجال التي تحتضنها قاعة متعددة الرياضات تحسن موتشو بعين بنيان. في المباراة الافتتاحية فاز نادي مرودية الجزائر على حساب نادي الجيل الصاعد ولاد عدوان بثلاثة أشواط لصفر. جمعية البوليدة تغلبت بثلاثة أشواط لشوطين على فريق أولمبي الميلية. المواجهة الثالثة تلعب في هذه الأثناء بين مشعل بلدية بجاية المتقدم لحد الآن بشوطين لواحد أمام أولمبي. أرجو على أن تستكمل المباريات يومي الجمعة والسبت بإجراء خمس مواجهات في اليوم الواحد. وفي الكرة الصغيرة انطلقت اليوم مباريات الدورة الثانية من أجل اللقب لحساب البطولة الوطنية للقسم الممتاز لكرة اليد سيدات بإجراء مواجهة الجولة الثالثة. تغلب فيها نادي الأبيار على اتحاد أقبو ب35-16 إصابة. نادي مولودية معمري نادي كهرباء الجزائر تلعب في هذه الأثناء، فيما تلعب أيضا في هذه الأثناء أيضا مواجهة نادي فتيات قسنطينة ونادي ميلية على أن يواجه فريق مولودية الجزائر نادي بومرداس بداية من الساعة 7، وتلعب لقاءات الجولتين 4 والـ5 يومي الجمعة والسبت. والآن مشاهدنا الكرام نمر إلى ساحرة المستديرة الدولية. توج أنتر ميلان الإيطالي بلقب كأس إيطاليا للمرة 9 في تاريخه بعدما تغلب على فيرونتينا بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي احتضنها أمس ملعب الأولمبيكو ليحقق الأنتر الكأس 9 في تاريخه. تتويج يأتي لرفع من الحالة المعنوية لأشبال المدرب سيميوني إنزاغي قبل أسبوعين من مواجهة بطل إنجلترا مانشستر سيتي في نهائي رابطة أبطال أوروبا يوم 10 جوان المقبل على ملعب أتاتورك بإسطنبول التركية. مشاهدينا الكرام إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي. تقبلوا تحياتي وتحيا طاقم التحرير والطاقم التقني الذي خدمكم هذه الأمسية. أوقات ممتعة مع بقية برامج التلفزيون الجزائري. السلام عليكم.